وقد كان اعتمادي على المرأة ومجهوداتها في العمل التنفيذي غير مسبوق، حيث تمثل للمرأة حالياً نسبة 20% من الحكومة، وتم تقلدها منصب المحافظ للمرة الأولى، كما كان تمثيلها النيابي في البرلمان غير مسبوق. وأنا بس خليني برضو يعني أسيب النص ده وأرجع، أوعوا تتصوروا إن إحنا وإحنا بنعمل ده بنمن على المرأة، لا، في مكان يليق بها. وإحنا ممكن مش ممكن، عشان إحنا عايزين نجامل، إحنا مش هنجامل على حساب مصر، لكن إحنا التجربة اللي إحنا شفناها في كل من شارك معنا في العمل من السيدات الحقيقة يعني أمر رائع وعظيم ومجهود كبير قوي، وده مش مجاملة ليهم. وطبعا أنا بحذر الحكومة إن هم هيبقوا يعني ممكن يعني تبص تلاقوا الحكومة كلها بقت سيدات، وهتبقى مشكلة كبيرة. الحقيقة يعني تمثيلها النيابي في البرلمان صحيح هو غير مسبوق، وصحيح احنا بنتمنى اكتر من كده، وانا بتمنى اكتر من كده، ولكن ده مش هيتم غير بان احنا يبقى دايما لينا حركة، وحركة منظمة، حركة منظمة تحقق لنا القدرة على ان احنا اولا يعني نعد ونجهز افضل ما لدينا من الكوادر، ويتقدموا الصفوف سواء كان من الرجال او النساء. وده اللي انا قلت مره قبل كده، هي دي لو احنا نجحنا وكان دايما معيار الكفاءه والامانه والاخلاص والشرف هو الاساس في كل شيء، حتى في اختيار كل المسؤولين عندنا. اوعوا تفتكروا ان النتائج بتاع الامر ده هتبقى نتائج متواضعه، ابدا، لان مش بس المجهود ومش بس القدرة، في قبل دول هو ان في رب شايف ومطلع وبيساعد الصالحين، بيساعدهم.